بعد اندلاع النزاع المسلح في السودان، كانت المنطقة الشرقية التي تقع فيها مدينة بورت سودان بعيدة عن نيران الحرب، لكن فرار أكثر من 100,000 شخص إلى بورت سودان خلق نقصا حادا في الإمدادات وارتفاعا مشطا في الأسعار، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 60% منذ اندلاع الصراع المسلح في البلاد. المويه غايته نوعا ما متوفره، لكن الكهرباء شويه متوسعه، لكن يعني الواحد متفائل انه لقدام كده بعد يعني شهر شهرين كده الامور يعني. والله يا اخوان انا عندي اضافات، لكن اتمنى انه الناس يعني السودان عامه بانه الناس توقف الحروبات ووقف الهنايه حتى يعني نرجع. الزيادة الأكثر غرابة هي أسعار الإيجار، فقبل اندلاع النزاع كان الإيجار الشهري لشقة صغيرة في بورت سودان يبلغ نحو 50,000 جنيه سوداني، أما الآن فالحد الأدنى للإيجار هو 500,000 جنيه سوداني. وللعديد من الفارين من أتون الحرب الذين فقدوا مصادر دخلهم فإن هذه الأسعار لا يمكن تحملها. في الوقت نفسه تمتلئ الملاجئ بالنازحين، ويضطر غير القادرين على دفع الإيجار إلى النوم في الحدائق والملاعب أو حتى في الشوارع. طبعا الناس جاية من الخرطوم، الحياة مرتبات واقفة، ناس ظروف سيئة جات لبورت سودان، ورغم ذلك إنه بورت سودان الأكل بتاعه ذاته مرتفع، الإيجارات مرتفعة، يعني الحالة اتفاقمت أكثر. هربوا من أتون الحرب فسقطوا في نيران المعيشة المكلفة إلى حد لا يطاق. ليس ذلك فحسب، بل ولم يجدوا حتى مورد رزق في ظل انعدام فرص العمل. خلاص الناس عجزوا عن دفع الإيجارات. حتى الناس اللي قاعدين في الفنادق بالمناسبة برضو في ناس ضيوف على الفنادق، وأنا واحد منهم. هذا في ناس فكروا أنه يعود إلى الخرطوم. يعني بعد في ظهر مؤشرات يعني تحسن بعض الأوضاع الأمنية في بعض المناطق. الأسر بدأت تعود إلى الخرطوم.